حكاية دان كوبر المذهلة وقصة أغرب عملية اختطاف للطائرات في التاريخ. نجح دان كوبر في تنفيذ واحدة من أكثر سرقات القرن العشرين إدهاشا، إذ تمكن في ساعات قليلة من اختطاف طائرة والحصول على فدية والهروب بمظلة. في 24 من نوفمبر من عام 1971 اشترى رجل يدعو نفسه دان كوبر تذكرة طيران في اتجاه واحد من بورتلاند إلى سياتل. كانت الرحلة تستغرق عادة نحو 30 دقيقة، ولم يكن هناك ما يوحي بأن الرحلة لن تكون عادية، فلقد كان مظهره غير لافت إطلاقا. وبعد وقت قصير من إقلاع الطائرة أشار دان كوبر إلى إحدى المضيفات وتدعى فلورنس شافنر ومنحها ورقة. كانت فلورنس معتادة على مغازلة رجال الأعمال لها، لذا افترضت أن الورقة كانت تحتوي على رقم هاتفه وحسب، فوضعتها في جيبها. لكن كوبر انحنى نحوها وقال: سيدتي، من الأفضل أن تنظري إلى الورقة، إنها قنبلة. فتحت فلورنس الورقة فوجدت ملاحظة مخيفة مكتوبة بالخط العريض: لدي قنبلة في حقيبتي وأريدك أن تجلسي بجواري. قال كوبر بهدوء: أريد 200,000 دولار بحلول 5 مساء نقدا وموضوعة في حقيبة ظهر، وأريد 4 مظلات حين نهبط، وأريد شاحنة وقود جاهزة للتزويد بالوقود. لا خدع، وإلا سأنجز أنا المهمة. ذهبت فلورنس لإخبار الطيار، وفي غضون ذلك ظل الركاب الآخرون غافلين عن الخطر، فيما كانت الطائرة تحوم في الهواء لساعتين تقريبا. تدافع المسؤولون على الأرض لتلبية مطالب كوبر. هبطت الطائرة في سياتل عند 5:39 مساء، وفي ذلك الوقت تقريبا اقترب موظفو شركة الطيران من كوبر ومعهم المال والمظلات. في هذه المرحلة أطلق كوبر سراح 36 راكبا، وسمح أيضا لبعض أفراد الطاقم بالرحيل بما في ذلك فلورنس شافنر. وبعد ذلك أخبر كوبر الطيار بأنه يريد التحليق جوا إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، لكن وقود الطائرة لم يكن يسمح بقطع تلك المسافة، لذا اتفق كوبر مع الطيار على التوقف للتزود بالوقود في إحدى المطارات في الطريق، كما وضع مطالب محددة للرحلة قبل إقلاعها. فلابد أن يكون التحليق أقل من 10,000 قدم، وأن يرفرف الجناح بزاوية 15 درجة، وتبقى السرعة أقل من 200 عقدة، كما طلب أن يظل الباب الخلفي مفتوحا. وفيما ارتفعت الطائرة في السماء عند حوالي 7:40 مساء، أتبعتها عدة طائرات تابعة لسلاح الجو على مسافة غير ظاهرة. أرسل كوبر الطاقم إلى القمرة بعدما أصبح الجو داخل الطائرة باردا للغاية. وفي 8 مساء أومض ضوء تحذيري في القمرة يشير إلى أن الباب الخلفي قد فتح. وبعد دقائق قليلة لاحظ أفراد الطاقم حركة غريبة قادمة من مؤخرة الطائرة، وظلوا مجتمعين ومتجمدين معا لقرابة 2 ساعة. هبطت الطائرة في إحدى المطارات عند حوالي 10:15 مساء، وأحيطت الطائرة على الفور بالشرطة المحلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وعندما دخلوا الطائرة وفتشوها تفتيشا دقيقا لم تكن هناك أي إشارة على كوبر أو المال المسروق، وكان لدى السلطات قناعة بأن الخاطف لا يمكن أن يكون قد خرج من الطائرة على الأرض دون أن يراه أحد. ترك دان كوبر وراءه مظلتين وربطة عنقه السوداء ولغزا محيرا لأكثر من 50 عاما لم تستطع مكتب التحقيقات الفيدرالية حله حتى يومنا هذا.